بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم في هذا المساء، وعلى بركة الله وتوفيقه تتواصل انطلاقات الإثارة، تتواصل انطلاقات الأصالة، يتواصل اللقاء بحضراتكم من موقع ميدان السباق، ميدان الشحانية، ميدان التحدي في قطر الحبيبة، على أرضية هذا الميدان في هذا المساء، مساء الإذاع، مساء الإبداع، مساء الامتاع والرموز. تهانينا لكل الأخوة الذين فازوا بالرموز، فازوا بالسيارات، بالناموس. الأهم في هذا المساء، انطلق الشوط الحادي عشر في تعداد أشواط مساء هذا اليوم بهذه الشعارات العملاقة، بهذه النجومية الكبيرة، انطلقت إلى مول الكبيرة مع المشاركين في تحقيق النصر في الفوز في هذا الشوط. تتقدم وعلى رأس الحربة تقود هذا السيل من الأبكار الإذاع، وتتقدم هنسودة، سودة على مقدمة الشوط، عبد الهادي بن غانم بن عبد الهادي الشهواني تسيطر على مقدمة الشوط، تليها بالمركز الثاني، وتأتي في ثاني المراكز بالاندفاع القوي وبالتحديات الجميلة. هذه بينونة تنطلق، يأتي راشد بن محمد بن راشد بن عبيد المنصوري يقدم لنا بينونة، وآتي ببينونة في هذا الشوط. المركز الثالث، تتقدم في ثالث المراكز المملكة، وتأتي المملكة، سعيد بن خالد بن سعيد الزايد الهاجري، بينما المركز الرابع تدخلت في هذه اللحظات ووصلت الجازي، وياتي محمد بن كردي بن طالب بن منخس المري يتقدم، بينما المركز الخامس، خامس المراكز، اشوف الدخول واشوف التحرك والمنافسة من البداية في هذا الانطلاق. وهذه شلة، هذه شلة تتقدم، وياتي مشاهدينا متابعينا الكرام، ياتي حمد بن راشد بن حمد بن غدير الواثق كذلك في هذه المشاركات الفعالة. هذه الخمس المراكز المذاعة، هذه الخمس المراكز المنطلقة في البداية، ولكن الله ياما وياما خلف الخمس المراكز من شعارات وأسماء. الشوط يحمل أثاره، الشوط يحمل حماس قوي، الشوط يحمل تطلعات كبيرة مع المشاركين. تابع يا متابع في هذا الأثار الجميلة، في هذا المهرجان الغالي، مهرجان أمير البلاد المفدى حفظ الله ورعاه السنوي الكبير على ميدان الشحانية في ميدان التحدي. عودة مرة ثانية إلى المراكز الأولى، عودة إلى السيطرة، إلى مقدمة الشوط. تتقدم المشاركات وتقود المنطلقات، هذه الجازي تسيطر، الجازي تتحدى المنطلقات، تتحمل مسؤولية هذا الشوط على عاتقها وتقود هذا المسار بجدارة. هذا محمد بن كردي بن طالب بن منخس المري، من أحد أهالي هذا الميدان، المقدم كلمه جميل في عالم الأصالة. المركز الثاني، وصول من الحرة، الحرة الحرة، ياتي محمد بن سالم بن عبيد بوظفيره العامري، القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة، القادم من الهير. المركز الثالث، أشوف الدخول من المملكة، المملكة وأهالي المملكة، سعيد بن خالد بن سعيد الزايد الخيارين يقدم المملكة، الهاجري عفوا، الهاجري الهاجري، القادم مشاهدي الاعزاء سعيد بن خالد بن سعيد الزايد الهاجري. المركز الثالث، أشوف الدخول من، يا سلام، السامرية، الأسمرانية، الأسمرانية، الله
هي الأسمرانية. الأسمرانية تدخلت، وسالم بن سلطان بن غالب المنصوري مشكوري الجمري كذلك على المتابعات وعلى هذه المعلومات الجميلة. يا سلام يا سلام يا سلام، الله المركز الثالث، ثالث المراكز تتقدم في هذه اللحظات. شل 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 شل، يا سلام يا سلام. حمد بن راشد بن حمد بن غدير ابناء مرغم وشعاري مرغم القادم دائما في هذه المحافل القوية والجميلة. المركز الرابع، رابع المراكز تدخلت، وصلت مملكة سعيد بن خالد بن سعيد الزايد الهاجري. المركز الخامس، اشوف التحدي، الجازي محمد بن كردي بن طالب بن منخس المري. هذه الخمس المراكز، هذه الخمس المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام تتجول من البداية. هذه الخمس تتبادل المراكز، ولكن هنا اشوف خلف الخمس وترغب ليتمتع الجمهور ليتابع. يلا يا مضمرين، حركوا 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 شوي. الله الله الله، عودي الى المركز الاول، عوده الى ابو ظفيره، عوده الى شعار دابان. شعار دابان اللي سجل الكثير والكثير من الانجازات. ياتي محمد بن سالم بن عبيد ابو ظفيره اللي يقدم لنا الحره على مقدمه الشوط. يا سلام يا سلام. المركز الثاني، ثاني المراكز مشاهدين الأعزاء تتقدم في هذه اللحظات، وتأتي الأسمرانية. الأسمرانية يا سعيد، ما شفت ركض الأسمرانية. يا سلام، هذه الأسمرانية. يا سلام يا سلام يا سلام، وياتي في هذه اللحظات سالم بن سلطان بن غالب المنصوري على المركز الثاني. اما المركز الثالث، اشوف التواجد والتحرك من شله. شله ديروا بالكم، شله يا شله، نبى شله نبى شله في هذا الشوط. يا سلام، بصوت جميل مع الواثق، مع حمد بن راشد بن غدير، مع شله اللي مسيطره، وايضا استراتيجيه مسارها جميله للغايه للغايه حتى هذه اللحظات. هذه الأسامي، من الأسامي اللي خلف الخمس اللي دارت في طول هذه المسافة، وصلت في هذه اللحظات وتقدمت متعبة. متعبة جار الله بن صالح بن جار الله، البرنس غادم غادم الله. شوف الشعارات، شوف الأسماء، وشوف اللي وصلت كذلك مشاهدي الأعزاء، اللي هي روايح. وصلت روايح، وصل راشد بن حمد بن علي الكتبي الذي يقدم روايح في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. الموقف حساس 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 للغاية للغاية، لأن بدأ انحنى الميدان، بدأ الكل والأخير. يا أبو ظفيرة يا أبو ظفيرة، دخيلك دخيلك، حرك حرك، خلاص خلاص خلاص، الكيلو المتر الأخير، الكيلو المتر الأخير. يا سلام يا سلام، الأسمرانية وكذلك الحرة، الحرة والأسمرانية كلهن بدون أوامر، كلهن آليهم في الأبطان. والمركز الثالث شلة، والمركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام اللي تاتي فيه متعبة، والمركز الخامس اللي تصل فيه في هذه اللحظات. وصلت روايح روايح، خلاص خلاص، منشولة يا مضمرين، منشولة منشولة منشولة، 600 متر الأخيرة. حرك يا محرك، روح يا أبو ظفيرة، والله أعصابك أعصابك جميلة يا أبو ظفيرة. على المركز الأول الحرة محمد بن سالم بن عبيد بن أبو ظفيرة العامري، والأسمرانية كذلك، الأسمرانية كذلك بدورها في المركز الثاني. ويأتي سالم بن سلطان بن غالب المنصوري، الثنتين في صراع مرير في أوامر تكتيك، في متابعة جميلة. يا سلام يا سلام يا سلام، راحت الحرة راحت الحرة راحت الحرة، بنت الحرة يقول رعم صيحة. يا سلام يا سلام، أمها لها إنجازات، صدق لي قال صدق لي قال، بنت اليد بتيود. هذه تهانينا يا أبو ظفيرة، سلامنا إلى أهالي دولة الإمارات، سلام يا أهالي الهير في هذا المساء. التهنية والناموس محمد بن سالم العبيد وظفيرة العامري. الأسمرانية وصلت في المركز الثاني مشاهدي العزاء بهذا.
لسالم السلطان بن غالب المنصوري، والمركز الثالث شل لحمد بن راشد بن غدير، المركز الرابع وصلت فيه متعب الجار الله بن صالح بن جار الله بن عقيل، المركز الخامس وصلت في هذه الانطلاق وهذه اللي هي هملولة لحمد بن محمد بن راشد الخيال الطنيدي. هكذا كان هذا الشوط، وكان الشوط المثير والجميل، عودة إلى التوقيت الزمني، عودة بالتهنية لأبو ظفيرة، عودة إلى الحرة، عودة مشاهدين العزاء إلى هذا الأثار والحماس. تهانينا، سلام يا دولة الإمارات، خصيص سلام يا أهالي الهير في هذا المساء الجميل، يستحق الناموس أبو ظفيرة شعار يعرف هذا المكان وهذا الموقع. تهانينا وناموس نزفها من الأعماق لمحمد بن سالم بن عبيد أبو ظفيرة. هذا التوقيت مع مخرجنا 9:15 و7 أجزاء من الثانية. شكرا يا المخرج على المتابعة الدقيقة والرائعة. المركز الثاني الأسمرانية، ويأتي سالم بسلطان بن غالب المنصوري، يستحق التهنية. توقيتها الزمني 9:17:06 من الثانية، بينما المركز الثالث وصلت فيه شلة وياتي حمد بن راشد بن حمد بن غدير، تقدم شلة توقيت زمني مقداره 9:18:00 بالوفاء والتمام. هكذا